يا صباح الخيرات لكم مشاهدي قناة سما الفضائية. عم نبدأ أسبوع جديد معكم، نهار السبت إن شاء الله بيحمل لكم كل الخير والتوفيق. صح درجات الحرارة هي أعلى من معدلاتها بكتير، وما حدا مننا قادر يمكن يتحمل حدا يسمع منه كلمة أو حتى يطلع برا البيت، ولكن يلا المنخفض أو المرتفع، إن شاء الله الله يسمع مني يصير منخفض، المرتفع الحراري بكرا بيبدأ ينحسر وبيبلش عن جد منخفض، هيك خبرونا الأرصاد الجوية من كم يوم. فاتحملوا بعض هالفترة. يسعد صباحكم وصباح خير يا أملي. يسعد صباحك يا ورد. كيفك مع الشوبات؟ أنا هلأ بيكرهوني، أنا بتحمل درجة حرارة 50 وما ولا بتحمل إني شوب لحظة. ولا إنه شوية برد. آه والله أي ما أنا من أنصار الصيف بقوة، حبوني بزيادة، ما عاد حدا يحبك هلأ خلص. يسعد صباحكم. اليوم حلقتنا مثل العادة حلقة جديدة، عم نقدم لكم فيها مواضيع وعناوين مختلفة ومتنوعة دائما، تقارير دائما بيكون فيها المتعة والفائدة لكل أفراد الأسرة وكل حدا عم يحضرنا. شو أبرز عناوين حلقتنا لليوم؟ نتعرف سوا. تتمتع الكرة الأرضية بكثافة مائية لا يستهان فيها من بحار ومحيطات، حيث هاي المساحات بتكمل المساحات اليابسة كمان بالكرة الأرضية لحتى تخلق توازن بيئي غاية في الجمال. تماماً، أكثر من 70% 65% من مساحة الكرة الأرضية مياه، وعلى الرغم من الغنى الكبير بهاي المساحات الكبيرة من المياه إلا أنه في محيطات واسعة وأخرى أصغر حجماً تحتل مرتبة المحيطات أكبر طبعاً من البحار. هاي عم نحكي شوية جغرافيا، والمحيط الهادي هو المحيط يلي قدر يكسب هذا اللقب أكبر المحيطات على الكوكب، ويصادف تاريخ اليوم من كل سنة اليوم العالمي للمحيطات، لهيك اخترنا نقدم لكم بعض المعلومات عن هالمساحات المائية الشاسعة. المحيط مسطح مائي على سطح الأرض بحدود الغلاف الجوي، حيث بتشكل المحيطات نسبة 71% من المساحة الكلية للكرة الأرضية. يوجد بالعالم خمس محيطات، وهن المحيط الهادي، الأطلسي، الهندي، والمحيط المتجمد الجنوبي والشمالي. تختلف جميعها من حيث الخصائص والمساحة، ولكن وجه التشابه بيناتهم أنه كل هالمحيطات ذات مياه مالحة. تتميز المحيطات بأنه فيها أعداد كبيرة من الأنواع البحرية المختلفة، حيث قدر بحوالي 230 ألف نوع بحري. بس يا ترى شي مرة سألتوا حالكم شو هو أكبر محيط بالعالم؟ المحيط الهادي هو أكبر المحيطات الموجودة بالعالم، حيث أنه بغطي مساحة مقدارة 28%، وهي تقريبا بتساوي مساحة اليابسة كلها، ويبلغ عمق المحيط 4028 متر، بغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية. بتواجد بالمحيط الهادي صخور من حوالي 200 مليون سنة، ومناخ المحيط الهادي مرتبط بميل محور الأرض نحو الشمس وحركة دوران الأرض والتي تعرف كقوة كوروليوس. تؤثر مياه المحيط على اتجاه الرياح والضغط، ويحدث اختلاف بالمناخ نتيجة الظروف الجوية الموجودة على نفس خطوط العرض. وبترجع تسمية المحيط الهادي بهذا الاسم للملاح ماجلان البرتغالي عندما كان يحاول اكتشاف طريق لوصوله لأمريكا الجنوبية، وكان يقوم برحلة بالمحيط الأطلسي. وصل إلى محيط
محيط كبير ومياه نقية على عكس المياه الموجودة بالبحار والمحيطات الأخرى التي زارها سابقاً، وأطلق عليه باسيفيكو وهي كلمة إسبانية بمعنى السلام. وفيما بعد تطور الاسم وأصبح باسيفيك ويعني الهادي، ومن يومها أصبح اسم المحيط الهادي. يسعد أوقاتكم عن جديد. كثير من الآباء والأمهات بيشتكوا من عدم قدرتهم على الدخول لعالم أطفالهم الخاص، لأنه بأغلب الأوقات الطفل بيخفي جوانب عديدة من شخصيته وقصصه يلي بتصير معه، إن كان بالمدرسة، بالحارة، بالبيت، أو مع أولاد عمه، أولاد خاله، وبيمتنع عن البوح بهالأسرار لأهله لأسباب عديدة، يمكن أبرزها الخوف. أكيد، يمكن لأنه الأطفال ما عندهم صلاحيات أنهم يحكوا دائماً، فبيخافوا من اللي حواليهم أو اللي أكبر منهم أو حسراً من أهلهم. لهيك بفقرتنا لليوم رح نحكي عن مفهوم الطفل الكتوم، ونتعرف على الأسباب والتأثيرات اللي بيتركها هالموضوع على شخصية هذا الطفل ونفسيته، بالإضافة لطريقة التعامل مع هيك نموذج من الشخصيات. تفاصيل وأجوبة كثيرة رح نتعرف عليها مع الاختصاصية النفسية الاجتماعية والتربوية رندا علي دي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح خير. صباح أهلا وسهلا فيك أستاذة رندا، اشتقنا لك. دائما الحديث مع حضرتك يغني الأفكار التربوية. طيب، أنا ابني إله تم يأكل ما له تم يحكي، هني هني ابني ما بيطلع من غرفته أبداً، ما بيحكي كلمة، إذا ما حكيته وأخذت الحكي منه مثل ما عم باخذ الدلو من البير فما بيحكي، صح هاي الحالة؟ هلأ أكيد هاي الحالة ما لها صح، ودائماً بيكون في عليها كتير أسئلة واستفهامات إنه ليه هيك شخصيته. دائماً نحن بنرجع لكتير أسباب تانية، أهم القسوة، لما بيكون في تعامل بقسوة، لما بيكون البيت والتنشئة الأسرية بقلب البيت فيها كتير قيود، فهي بتعمل هذا الخوف اللي ذكرته بالمقدمة، إنه أنا بخاف أقول هيك أم ما أكون أنا المفضل عند أهلي أو أنا المدلل عندهم، أو يقولوا لي اللي عم تعمله غلط، فأنا بخاف من العقوبة. لازم يكون هذا الموضوع كتير مدروس وبطريقة كتير خاصة. يعني مثلا الطفل الكتوم هو اللي ما بينقل شو بيصير معه بحياته العادية ليقولها يشارك فيها أهله. بالمقابل نحن بنشوف فئة تانية من الأطفال اللي شو بيصير بالبيت ما له خصوصية، بيطلع برا البيت، بيطلعوا بيحكوا فورا. تماما. وفي كمان فئة من الأطفال اللي ممكن لحتى تجذب الانتباه فهي ممكن تألف من خيالها أو تتخيل على شيء من الواقع تبني عليه بس لتحكي. تماما، بس لتلفت انتباه لها. يعني صار عنا هيك نحن طفل كاذب، صار عنا تماما. هو بيكون في مرحلة المراحل العمرية بيكون فيها كذب تخيلي، هو هاي الفكرة بيكون عم بيحاول يكون شيء من شخصيته. هون نحن منجي للتدخل الأهل والمدرسة، كيف فيها توجه هذا الطفل لحتى يكون أعرف أي إمتى لازم يكون كتوم، إمتى لازم يكون واضح وصريح، إمتى لازم يكون اجذب انتباه الشخص الآخر بطريقة بأشياء موجودة عند الطفل بشكل فعلي، مو اخترعها أو يتخيلها. في حال الأهل ما عرفوا يتعاملوا مع طفلهم والمدرسة ما عرفت تتعامل مع طفل، لو لقيت أنا عندي صار طفل كتوم ما عم يعرف يحكي، هذا الشيء بيأثر كتير على نفسيته وشخصيته، ما عاد يقدر يستقبل ولا حتى أنه هو يعطي للمحيط اللي هو فيه. كيف نحن ممكن نعالج هاي الحالة؟ نحن للأسف دائما بتكون مشكلة الأهل أنه أنا ابني ما بيشاركني شو بيصير معه أو ما بيحكي لي شو بيصير معه. نحن منقول في خطوة قبل ما أنا شارك ابني بالأحاديث والجوانب الخاصة اللي سواء عند الأهل ولا عند الأطفال، نحن في مشاركات تانية لازم نبنيها مع الطفل، نشاركه باللعب، نشاركه بوجبة أكل، نشاركه بحياة معينة، بتفاصيل مثلا نجيب شوية أغراض للبيت، هاي المشاركة نحضر موفي مع بعض، هاي التفاصيل المشاركة هي اللي بتعطي أول خطوة وبناء لحتى أنا بعد عن يكون طفلي كتوم بطريقة ضارة له أو ضارة للوسط اللي هو قاعد فيه. بعدها أنا ببلش بشاركه بأفكاري، بشاركه لما أكون أنا كأم بالشغل برجع بقول له بتعرف اليوم شو صار معي، بحكي له. فالطفل بيتعلم بالنمزجة وبالتقليد، فبصير هو بالمقابل بيحكي هاي التفاصيل لأهله.
لما الأم بترجع للمدرسة وبتتأكد من التفاصيل اللي حكاها الطفل بدون ما يكون بعلمه أو بطريقة مباشرة، فهي حتعرف نقاط اللي هو كذب فيها أو النقاط اللي هو غش فيها أو بالغ بهر بالحديث. فهي هون بتحاول تعرف أنا من طريقة كذب الطفل بقدر أعرف نقاط ضعفه اللي هو تقديره لذاته منخفض فيها أو اللي هو ما له قدران يكون شخصيته، فهو بيلجأ للأتنشن هيك، حب جذب الانتباه إنه أنا عم ألف ليكو قصصي مهمة، ليكو قصصي مشوقة. تمام. فبيصير عم يحكي. طبعا احنا ما عم نحكي عن الأطفال تبع 5-6 سنين فقط، عم نحكي بشكل عام حتى طفولة متوسطة وطفولة باكرة. تمام. يعني نحن ممكن نمتد ل 12 و13 حتى سنة. المراهقين. تماما. مراهقين نحن كثير بنشوفهم بيكونوا دائما عندهم هالتمرد، هي من خصال المراهقة، دائما بحبوا ينطووا يحاولوا يكونوا شخصيتهم. نحن دائما بنأكد على الطفولة المبكرة أو الوسطى، لأن فيها نحن بناخذ بنزرع البذرة اللي بتستمر معنا للمراهقة الطفولة. لحتى يعرف إنه أنا إذا حكيت شو صار معي حلاقي يد مساعدة تساعدني، مو حلاقي يد تعاقبني أو تنبذني أنا كشخص. محبتهم إلي ما بتتغير، شخصي هو مفصول تماماً عن سلوكي، سلوكي بيتقوم ولكن محبتي كشخص هي ما بتتغير. طيب سؤال، لما بيرجع طفلي أو طفلتي من المدرسة، هن صف رابع خامس مثلاً بهالفئة العمرية، بيحط شنطته بالغرفة وبيفوت، ما بيطلع إلا للأكل بعدين بيرجع بيفوت، هون نحن كتوم ولا متوحد لحاله ولا خجول زيادة عن اللزوم؟ شو صفات الشخص الكتوم كطفل؟ إمتى بقول عن ابني إنه فعلاً كتومي ما بيحكي؟ لما بيمر بفاز معينة ولا لا لازم يكون في فترة زمنية طويلة؟ طبعاً ليثبت أي سلوك وأنا أقول عليه سلوك بيعمل مشكلة، هو لازم يكون في تكرار وفي استمرارية وفي مدة. يعني أنا إذا ظهر بفترة من عمره وراح فأوكي هذا مرحلة من مراحل النضج الطبيعية، ولكن إذا استمر وبلش يصير معيق، يعني أنا مثلاً ممكن يكون مثل ما ذكرت بهاي الفئة العمرية مثلا لعبان هو ورفيقه واقع مثلا في جرح كتير كبير برجله مخبيه مو قايله، فهاد بلش يصير معطل له كطفل وبلش يعمل صورة غير جيدة له ضمن المحيط اللي هو بالمدرسة. هون الأم دائما لازم يكون في بواب مفتوحة بينها وبين طفلة، تكون على تواصل دائما مع المدرسة، تحاول تحيطه بأهمية بطريقة غير مباشرة. نحن كتير منأكد على ما يكون في طريقة مباشرة بالمتابعة حتى ما تعمل ضغط، فبالتالي تزرع هذا الخوف عند الطفل إنه أنا ما يصارحني بكل شيء عم بيصير معه. فكتير مهم بهاي المرحلة لما أنا طفلي بشوفه عم بينطوي، عم بشوفه دائما قاعد بغرفته ما عنده علاقات اجتماعية، دائما أنا حاول، معناتها هو صار عنده وقت فراغ أكبر عم بيقضيه لحاله، فمعناتها أنا هذا مؤشر إنذار خطر إنه أنا هو شو عم بيعمل بهذا الوقت الفاضي. لازم ما يكون هاي الخصوصية اللي أنا لازم أعطيها للطفل ما لا أبداً بأنه يكون في عنده غرفته ومسكر الباب على حاله، ولا أبداً أنه يكون له موبايله الخاص أو التاب الخاص اللي هو طول النهار عليه. دائماً أنا بلزمه أخلي تكون عقوبتي، إذا أنا بتسميها عقوبة، أني شاركه بنشاطات رياضية أو حطه ضمن مجموعات تطوعية مدروسة ومعروف المحيط تبعه. هون أنا بكون كتير قادرة أني دائماً أحيط فيه بشو عم بيعمل بدون ما يجي يقلي. في خصال عند الأشخاص، مثلاً في ناس ما بتعرف تعبر شو عم بيصير معها، فكتير مهم أنا ساعدها. دائماً الهواية بتساعد، لأنه علم أنا الطفل كيف يقدر يقول اللي مخبى أو اللي عم اللي ما عم بيعرف يصرح فيه أو يحكي. طيب إذا بدنا نرجع شوي للتنشئة القديمة، كنا عم نحكي إنه التربية زمان غير تربية هلا، نحن صرنا نسمع كلمة تربية حديثة اللي هي بياخذوا وبيعطوا مع أولادهم أكثر. قبل ما كان في أخذ وعطى كان في أسلحة مباشرة، يعني كان بده يحكي إن شاء الله عمرك، يعني كانت التربية غير. اليوم شو هي الطريقة الأمثل لحتى الأهل يعاملوا أولادهم بطريقة صح، ما نفقد نحن الاحترام وبنفس الوقت أنا أعمله رفيقي أعملها رفيقتي واستوعبها وأفهمها وأخذ منها الحكي وخليها شخص منطلق شوي؟ هي هون تجي فكرة الحدود اللي أنا بدي حطها للعلاقة بين الأهل والطفل. دائما بالمراحل الأولية بيكون في جداول معززة، اللي هي أن عمل شيء منيح فأنا
ممكن كافئه. بعد فترة بتصير المكافأة كل ما جمعت مثلاً عدة نقاط لك مشوار، بعدها بصير بيكون المكافأة بس بالكلمة الجيدة، بعدين بصير بتركه أنت شو رأيك باللي عملته. مرحلة هون بكون أنا زرعت في مفهوم التشجيع، مفهوم العقاب والثواب، صار يعرف أنه كل شيء له حدوده وله مسموح وفي أشياء غير مسموحة. بالمراحل العمرية الأكبر بيكون دائما مثل ما ذكرنا أنه بيكون في لغة الحوار هي الموجودة، في دائما لغة لعب الأدوار، لما أنا بدل الأدوار بيني وبين ابني، طب لو كنت مكانك أنت شو كان لازم مثلا أنا أعمل هون. أنا تماما، فهون أنا لما بعمل هاي المشاركات مع الطفل اللي هي بالتربية الحديثة اللي أحيانا الأهل بيفهموها بطريقة خاطئة، اللي بيحطوا فيها للأسف تأنيب ضميرهم اتجاه ابنهم، أنه أنا ابني أنا كنت ألعب أكثر منه، كان رفقاتي بالحارة أكثر، كان علاقاتي مع أولاد عمي أولاد خالي أكبر، كانوا تماماً. أهلي مرتاحين اقتصاديا تماما، كان أبي ما ينقص علينا شيء مثلا بالبراد بالقصة، بينما أولادي أولاد حرب، أولاد أزمة، أولاد عتمة، فخليهم شو بدهم يعملوا تماماً. وهلأ ما عاد فيك مثلاً أنت ابنك ينزل يلعب مع أولاد الجيران، إنه هلأ صار الموضوع كتير مخلط، صاروا القرايبين أغلبهم برات البلد، صار وسيلة التواصل الوحيدة هي عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق وسائل التواصل الثانية. لهيك نحن بيكون عنا هذا تأنيب الضمير وبيكون في زبزبة بالتربية، يعني أنا جاي من شغلي معصب بده يحكي لي شو صار معه، فأنا بعصب عليه فما عاد حكى، بعد بساعتين أنا بروق إنه ليه ما حكيت لي، صار عندي أنا أدران اسمه. أنا بحكي تماما بالضبط، هو عم يعمل شخصية تماما، فهو بيصير عنده هذا الفجوة إنه أحكي ولا ما أحكي، بركي كان رجع عصب فهو ما حيفهم إنه أنا شو صار معي بيك. هون ردة فعل الأهل على حكي الطفل، يعني أنا بعرف بعض الأهالي يسترجي ابنهم يحكي لهم إنه صار في شغلة مو بالطريق القويم والسليم، فبس ليه هيك عملت ليه هيك ساويت، خلص انكفأ الطفل فبيخاف من الحكي، بيفضل تماما يحكي للغرباء أكثر ما يحكي لأهله يلي بدهم يأنبوه ويفشلوه ويطلعوه إنه أنت آسف من هالكلمة الغبي اللي أنا شوف ابن خالتك كيف قدر يعرف يتصرف، أنت ما عرفت تماما. تماما قدوة ابن خالتي تماما، ابن خالته وابن عمته وابن عمه، وهدول بكرهوهم ببعضهم، يعني قال بيستغربوا الأهالي بالأخير ليش طلعوا أولاد الخالة ما بيطيقوا بعضهم، ما بيطيقوا بعضهم، إيه عم تعززوا هذا الموضوع. طيب شو ممكن نعطي نصائح ل أسرة أب وأم عم يتابعونا وعندهم طفل تنطبق عليه كل المواصفات وعنده ابن خالي أكيد ما سافر لسه؟ هلأ نحن بنحكي أكثر شيء هي بتكون المشكلة الأساسية بمرحلة المراهقة، لأن ردود الفعل المراهقين بتكون أقوى وأقسى من الأعمار الأصغر. نحن دائماً بنقول دائما يكون في طريقة حوار كتير مناسبة بعيدة عن الغضب. أنا كتير صح لما أجي أقول له أنا هلأ مو قدران أسمع أنا مزعوج أو معصب أو متضايق وأحكي له شو صار معي، فبالتالي هو اللي حيشاركني هذا الموضوع. فئة المراهقين تحديدا مثل ما ذكرت فعلا هي ما بتروح، بتصير هي مرحلة الانتماء للصديق مو للبيت، فدائما رح بيكون تفريغه وقصصه اللي بده يحكيها ومشاكله رح بتكون لرفيقه، ومو بالضرورة يكون رفيقه عنده هالخبرات اللي رح تنصحه بالطريقة الصحيحة شو يعني. هو رفيقه بده يساوي مثله مثل تماماً. ما أنا بعمل أنت لازم تعمل تماماً، أو بيصير بده ينصحه بنصيحة أساس هو لرفيق الكفو، فهو بيمكن ينصحه بنصيحة الاثنين يتورطوا بمشكلة تكون صداها أكبر ويصير مشكلة بين الأهل. فدائماً أنا خليني مرافق قبل ما رافق ابني المراهق رافق رفيقه، فأنا هون بقدر أزرع هذا الحوار أو هذا التواصل اللي هو ودي ولطيف. ودائماً مثل ما ذكرت ردود الفعل تبع أنه جايب 9 وين راحت العشرة وين راحت هالعلامة، نحن أكثر شيء بنشوفها التخباية والكتم تبدأ من فترة الأعمار الصغيرة لما أنا بقارن ابني بعلامة. ما في سبب تاني غير الخوف دائما تماما. نتمنى أنه الأهل يعرفوا يتعاملوا مع أولادهم أكثر ونشوف الأطفال كلياتها بصحة نفسية سليمة. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. شكرا لكم. شكرا أستاذة رندا، يسعد صباحك. صباحك. صار الوقت مشاهدينا ننتقل لمطبخ صباح الخير مع الشيف بشرى عزيز ونبلش طبق اليوم. صباح
صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، إن شاء الله يكون نهاركم وبداية أسبوع مليان خير وصحة على الكل. صرنا زمان ما عملنا حلويات صحية، فاليوم هيك خطر لي نعمل وصفتين، لأن وصفتين سهلين، يعني أنا بكل فقرة رح تخلص معي وصفة، فرح نعمل وصفتين صحيين. أول وصفة هي كيكة التفاح مع الموز. الحلو بهي الوصفة إنه ما فيها محليات، رح استعمل معلقة من العسل وممكن ما نستعملها حتى، يعني رح أخذ الحلاوة من الفواكه اللي رح أحطهم بقلب الكيكة. والوصفة الثانية ما بدها لا فرن ولا شيء، نص ساعة ترتاح بالبراد وبتكون صارت جاهزة للأكل، واللي هي أصابع الشوفان أو الأوت بار، اللي هي يعني من أشهر الحلويات الصحية. رح نبلش أكيد بكيكة التفاح مع الموز لحتى، لأنه رح نخبزها هي الكيكة لحتى تكون استوت معي لآخر الحلقة. هلأ بدي بلش بالمكونات السائلة، ما عندي خلاط ممكن أخلطهم بإيدي، بس بهيك حالة بدي أهرس الموز. عندي خلاط رح تسهل، يعني رح تسرع لي القصة، بس ما رح تأثر أكيد على القوام إن كان بالخلاط أو بالإيد، بس يعني لازم أخلطهم كتير منيح وتأكد إنه المواد اللي هلأ رح أحطهم بالخلاط يندمجوا كتير منيح. هلأ عندي هون رح بلش بثلاث حبات من البيض. طبعا دائما بالكيك، يعني كان صحي او غير صحي، دائما حاولوا انه المكونات تكون بحراره الغرفه، اكيد رح تعطيني نتيجه احسن. اكيد مع البيض رح اضيف نص معلقه صغيره من الفانيلا. هلا اذا عم استعمل الفانيلا الخام اللي حكينا عنها بوصفات صحيه قبل، بحط رشه صغيره لانه الفانيلا الخام ما بيكون فيه الا اضافات ولا سكر ولا شيء، فبتعطي طعم مرار اذا كثرت منها. هلا انا عم استعمل الفانيلا العاديه، حطيت معلقه صغيره، الفانيلا الخام بستعمل ربع معلقة صغيرة. هون رح استعمل معلقة من العسل. هلأ هي بس لفوائد العسل، بس مو للنكهة ولا للقوام ولا أبداً. فإذا ما بدكم تضيفوا العسل أكيد فيكم تستغنوا عنه، بس باعتبار أنه صحي يعني ممكن نمرق معلقة عسل، خصوصاً إذا عم نعملها للأولاد ومثلاً بيعزبونا بهي الأكلات أو المكونات الصحية، فمنصير هيك منمرقها بقلب الكيكة. حطيت معلقة من الزبدة، الزبدة طبعاً ذوبتها، وحطيت معلقة من العسل، وهلأ رح ضيف عندي حبتين من الموز، حبتين صغار من الموز، ما بدي حبات كبيرة. إذا عندي الحبات كبار بستعمل حبة واحدة. وحتى التفاح أنا عم استعمل اليوم أربع حبات من التفاح، التفاح رح أضيفه آخر شيء، بس كمان إذا الحبة كبيرة بستعمل بس حبتين. هلأ هون ضل بس ضيف كوب من الحليب، وهدول هلأ يعني شوي بالخلاط، ما رح ياخدوا معي وقت طويل. تمام، هلأ هيك صار عندي خليط السوائل جاهز، ومثل ما قلت ما عندي خلاط، بس بدي أتأكد أنه أنا أخلطهم كتير منيح بإيدي، وبدي أهرس أكيد الموزة لحتى تنخلط مع باقي المكونات. هلأ بالنسبة للمكونات الجافة، عندي كوبين من طحين الشوفان، يا أما أنا بجيب طحين الشوفان مطحون جاهز، أو ممكن جيب شوفان حب وأطحنه بهذا الخلاط بينطحن معي، لأنه هو الشوفان كتير طري، يعني ما بده مكانة مثلا تكون قوية لحتى تعطيني الطحين، أكيد لا بأي خلاط. ما عندي خلاط رح أجيب الطحين مطحون وجاهز. كوبين من طحين الشوفان رح أحط معاهم معلقة كبيرة من القرفة، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعندي نص معلقة صغيرة من الملح لحتى توازن لي أكيد الطعمات. هلأ هون المكونات الجافة رح خلطهم مع بعض، بعدين رح ضيف التفاح. هلأ أنا اليوم تفاح قشرته وقطعته هيك شرائح رفيعة، ممكن اللي بيحب قشر التفاح يخلي التفاح بقشره، أكيد فيه سيلولوز وفي يعني في فوائد للتفاح. هلأ في ناس بيتضايقوا من قشر التفاح، في ناس لا، يعني هي بترجع لإلكم أنتوا كيف بتحبوا تقشروا التفاح أو لا، كمان ما رح تأثر لا على القوام ولا على الكيكة، فهي بترجع لإلكم. بعد ما خلطت المكونات الجافة تأكدت أنه القرفة مع البيكنج باودر مع رشة الملح اللي حطيناها انخلطت مع طحين الشوفان، هلأ رح نزل هون أنا التفاح عليهم، عملهم هيك خلطة سريعة لحتى التفاح ما يهبط معي وقت بدي أخبز الكيكة بالفرن، لحتى ما يتجمعوا أو يهبطوا معي ينزلوا لتحت. فبهي الحالة أنا رح أغلفهم شوي بالطحين لحتى يضلوا هيك موزعين بطريقة صح أو بطريقة متساوية يعني بقلب الكيكة.
رح ضيف المكونات السائلة واخلطهم. هلا الفرن اكيد انا شغلته على حراره 180، رح احط الكيكه بالرف النصاني، رح تاخذ معي بين ال 25 لل 30 دقيقه. ممكن بس شغل الفرن من تحت وبعد ما يستوي. وكيف بتاكد انه استوى الفرن؟ بحط عود خشب بقلب الكيكه، اذا طلعت عندي نظيفه او سكينه تكون رفيعه، اذا طلعت نظيفه بتكون استوت. بين ال 25 لل 30 دقيقه لانه رح استعمل هاد القالب. هلأ هون مثل ما قلت رح أضيف المكونات السائلة، خلطهم. وآخر شي عندي هون قبل ما ترجعوا لعند الصبايا، عم بستعمل نص كوب من الشوكولات، شوكولات دارك أكيد المرة اللي ما بيكون فيها نسبة سكر عالية. هلأ فيني استعمل لوح شوكولات، قطعه كتير صغير حطه بقلب الكيكة، أو ممكن جيبون الشيبس أو رقائق الشوكولات اللي هي بتجي مقطعة وجاهزة. هلأ أنا هدول الصغار المقطعين رح حطهم بقلب الكيكة، والتانية رح أبرشها على الوش لحتى زين فيها. يسعد أوقاتكم. عن جديد عم نلاحظ كتير بالآونة الأخيرة وخاصة على السوشيال ميديا وتحديداً بالتيك توك جرم اعتداء على قاصرين وأطفال وبطريقة بشعة جداً، وللأسف أثر هذا الموضوع عم يرافق الضحايا ويشوه صحتهم النفسية قبل الجسدية، حتى سمعة أهليهم، حتى وصمة العار اللي بمجتمعنا ما بعرف إمتى بدنا نتخلص مننا. إذا قبلنا ضحية نحن منصير منلومه ما منوقف جنبه. هذا الشيء كتير بيزعل لأنه منتشر بالآونة الأخيرة وحالياً كمان. لهيك اليوم ضمن فقرتنا القانونية رح نحكي بشكل مفصل عن العقوبة القانونية المحددة للاعتداء على القصر بالقانون السوري، بالإضافة رح نحكي كمان عن شدة العقوبة والأدلة يلي بتثبت جرم الاعتداء. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو المحامية ليلاس حداد. يسعد صباحك. 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 مزعج الموضوع اللي حنحكي فيه ولكنه واقعي، ولأنه لازم نحكي فيه فخلينا نحكي فيه من منطلق قانوني وبصريح العبارة. كيف وصف القانون السوري الاعتداء على القاصرين؟ كيف ميز مصطلح الاعتداء أو التحرش أو الإساءة لقاصر؟ هلا في عنا ثلاث أنواع للاعتداء، سواء قاصرين ولا بالغين. في عندك اعتداء لفظي، اعتداء جسدي، وفي اعتداء جنسي. هون عالج كل مشكلة لحالها بمواد قانونية. في مواد قانونية ميزت لنا بين البالغين والقاصرين، وفي مواد قانونية لا ما ميزت. طبعا التمييز كانت بتشديد العقوبة. فحكي إذا بدنا نحكي بتفاصيل معينة، فمنلاقي إنه في عندك المواد من 540 ل 543 هي مواد الإيذاء الجسدي، هي كانت القاصرين والبالغين. وكمان في مواد قانون العقوبات العام من 489 ل 499 هون كانت التعرض الجسدي. وبتعالج لنا الماده 498 كانت بتاكد لنا على اللفظي. وانا كثير بهمني هذا الموضوع، التعنيف اللفظي. التعنيف اللفظي مزعج جدا لانه هو بدايه لتعنيف ثاني، حتى بدايه لتحرش جسدي قد يكون. صح، يعني في عنا مواد واضحه وصريحه بالقانون السوري سواء تخصصت تحت مظلة قاصرين أو غير قاصرين، ولكن القانون أنصف وحمى حقوق الأطفال. يعني اليوم بتعتمد شدة العقوبة على عمر الضحية ولا لا؟ أكيد على عمر الضحية. هلأ إذا بدنا نمشي بالتفصيل الممل ممكن فصل لكم شوي مواد قانونية. إذا نمشي على الإيذاء الجسدي، كانت المادة 540 بتقلنا أنه مين تعرض لإيذاء وتسبب لتعطيل عن العمل مدة لا تتجاوز 10 أيام كانت عقوبته بتصل لست شهور. في حال الشاكي تنازل عن ادعاء وعن شكوى بتنسى، يعني يعفى من العقوبة. بعدين بتجيكي مادة 541 بتقلك انه في حال كانت التعطيل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام بتصير العقوبة هون بين 6 شهور وسنة حبس. يعني نحن ما وصلنا للجنايات، نحن استعدنا بعقوبة جناح. تمام. في حال تنازل الشاكي عن شكوى بتنزل العقوبة للنص، يعني في عنا استعدت الحق العام قائم. هون عم نحكي نحن عن البالغين والقاصرين. أوكي. المادة 542 بتحكي إنه بعد ما تزيد عن 500 بعد ما تزيد عن 20 يوم تعطين عن العمل بتصير العقوبة بين 3 شهور وثلاث سنين، سواء تنازل الشاكي أم ما تنازل. فنحن هون الحق العام بياخذ مجراه.
والمادة 543 هون صار إذا في عنا عاهة قطع بتر أو إلى ما هنالك، فهون صارت عنا جنايات وتحولت العقوبة لعشر سنين أشغال شاقة. صار في شيء عنا مستدام لأنه روى. هون حكينا نحن بالجسدي، خلينا نحكي باللفظي لأنه هي مادة قانونية واحدة 498 بتحكي بسياق المادة أو تعنيف لفظي. تمام. طب شو التعنيف اللفظي؟ يعني أنا بدي أفهم عشان أنا بدي أرفع قضايا على كومة عالم إذا وأنا معك لأنه أنا كثير عم يعرفونا لفظيا، ممكن مسبات، إهانات، تحرش لفظي، كلام مسيء مانو مقبول، اللي هو التلطيش مانو هيك قصدك؟ كلمة تلطيش أنا بشوفها السأليلي على الموضوع لأنه هو كلام مانو مقبول تحكيه بالشارع، مانو مقبول تحكيه بالمرافق العامة، مانو مقبول. فأنتي خلص تجاوزتي القانون والشرع والعادات والتقاليد ووصلتي لمرحلة، يعني اليوم أنا إذا انسبيت بقدر أخذ حقي بالقانون؟ أكيد. هلأ أنتي عم تحكي على الذم والقدح، آه وصلنا لمرحلة تانية إحنا ما حنطلع عن سياق حديثنا. تمام. إيه فمنلاقي إنه المادة 498 قانون العقوبات بتقول لك إنه بيتحبس بالتعنيف اللفظي سنة ونص. يعني إذا أستاذ ابنك بالمدرسة وبخه لفظياً قدام زملائه يحق لك أن تقاضيه وفق المادة 498 إنه أنت عنفت ابني القاصر وخجلته وكسرت نفسيته قدام زملائه، إيش عم قل له أنا عم ربيه؟ لا ما في شيء اسمه ترباية، خلينا على الترباية لأنه أنت علمه إحنا من ربي. هلأ نجي على التعنيف الجسدي اللي هو التحرش الجنسي. الجنسي تحسها مستهجنة ولكن الكلمة وصعبة إنه نحكيها، يعني خصوصي إنك أنت عم تصفي حالات موجودة عم نشوفها بعيوننا طبعاً وجداً كبيرة منتشرة كثير، ما فيك تعطي إحصائية. يعني أنا كان في عندي محاضرة من فترة لنفس الموضوع، أنا ما قدرت أحصل على إحصائية لأكثر من سبب، لا في حداً عم يبلغ ولا في حداً قادر يعطيكي، ولا حتى بالقانون عندنا ما فيك تصلي له الإحصائية، والمنظمات العالميه ما عم تقدر تصل لك لاحصائيه لانه فبتلاقي في كان معلش بدي اطلع شوي عن الحديث. كنت قاعده مره بنفس النقاش هذا، بس كنت قاعده بمكان عام امني، فبتجي صبيه عم ام لطفله عمرها 4 سنين ومع البنت ما قدرانه تحكي، يعني ما عم تعرف شو عم تحكي. اوكي. فمع الوالده وبتعطي ادعاء لانه هو كان بدايه تحرش ما وصلانه، ادعاء انه انا بنتي نزلت على السوبر ماركت وهيك صار معه اول مره ثاني مره عم الا انزلي صارت تبكي فقالت لي هيك عمل معي. قديش عمرها البنت؟ 3 سنين أو 4 سنين. 4 سنين عم تنزلوها لحالها على السوبر ماركت. هذا اللي بدي أحكيه، إنه أنتي وين كأم؟ يا جماعة بس لحقول كلمة على جماعة. كل الأطراف طالما صراحة. الموضوع مؤلم من الداخل، في شيء اسمه سد الذرائع. تمام. يعني لا تتهم المتحرش بأنه أنت إنسان حيواني غرائزي فأنت ما بتقدر تضبط غرائزك قدام الطفلة اللي مطلعة لابسة قصير، اللي لابسة معظم أعضاء جسمها مكشوف، هالأمور كلها. بس ثواني بالنهاية نحن عايشين بمجتمع مالنا ملائكة كلياتنا. أنا من خوفي على هالأطفال عم بحكي. يا جماعة نحن عايشين بمجتمع ممكن يكون المتحرش أقرب من يكون إليكم. تماماً. هلا منلاقي لقدام منلاقي إنه في عندك أشخاص طفلة عمرها 3 سنين. أنا ما عم أقول غلفه، ما في شيء مغري طفلة، ناس أنا مالي قادر أضبط غرائزهم. تمام. انا بقدر اقوم برأسي هي مانك قدران، انا بحطوا هيك اللوم عليكي انه انت مشلحه، لا انت مريض نفسي مدبب. لحظه هلا نحن اذا احنا بسلاح ذو حدين، يعني نحن لازم انا بحمي حالي وبنفس الوقت بدي اردع، يعني انا ما فيني اقول لك والله تخمري نزلي بنت صغيره وغطسيها، وكمان ما فيني احطها قدام مجرم ولا لا تقرب عليها. في عنا كي لا نفهم غلط، انا ما عم اقول قوقعوا الاطفال وحطوا لهم حرام ونزلوهم على الشارع، ولا عم اقول بالنهايه كمان انه اعتقدوا انه سمان الحاره ونجار الحاره والاستاذ بالمدرسه والشوفير اللي عم يوصل ابنك كل يوم ياخده ويجيبه والناطور تحت البنايه وكلهم حبابين، لذلك انا خايف. أعطيني حل قانون. أي أنا بس بدي كفيكم كانت السيرة إنه الشخص بيقول لها أنت كيف بتقدمي الشكوى؟ ليه لا؟ ليش قدمتي شكوى؟ مو خايفة على بنتك؟ أنا لساني تخيلت حالي وكنت أم شو بدي أعمل؟ لا أنا بقدم شكوى مو بس مشان أحمي بنتي، أنا بدي أحمي كتير بعدها، لأنه هيدا إنه إذا هيدا أول وحدة خافت والتانية خافت وبلش بالحديث الأستاذ إنه خايفين من العار، لا هذا ما نوع عار، أنا مجني علي، أنا ضحية.
والعار انك تسكتي. ايه الحل سبق وحكينا انه نحن القوانين عالجت هذا الموضوع، بس بدنا حدا يشتكي، بدنا حدا يوصل صوته. قال لك انه مالك خايفه على سمعه بنتك، في خوف لسه. تماما. اذا بتلاحظي العقوبات عاليه، يعني في عندك الماده 489 بتقول لك من اكره قاصر تحت سن ال 15 سنه على الجماع عقوبته 21 سنه اشغال شاقه. هي عقوبه ما انا قليله، وانا بتيجي علي بتمنى انه اعدام، يعني ما قليله طبعا. انت عم تنهي حياه بني ادم كل العمر. الماده 200 491 بتقول لك اذا جامع، يعني ما في اكراه. هذا اللي كنا عم نحكي كمان قبل شوي، يعني تحت الهواء يعني انه أيوه. بعض القاصرين يعني عمرهم 14-15 سنه هن المنخرطين بهذا الجرم تماما، وبإرادتهم الكاملة. السوشيال ميديا للأسف خربت الدنيا، فبتلاقي عقوبته إذا كان تحت ما أتم ال 15 سنة عقوبته 9 سنوات. إذا كان القاصر المعتدى عليه ما أتم ال 12 سنة عقوبته بتصل ل 15 سنة. وإذا كان في قبول من الطرفين هل هناك حكم على تماما؟ هيدي المادة اللي أنا عم بعطيك إياها، هذا جواب سؤالك. أوكي. ما حدد لنا من جامع قاصرا. المادة اللي قبلها عن قالت لك من أكره قاصرا، هون ما في إكراه، هون ما في إكراه، هون جامع. طب في حال تكرار هذا الجرم اللي عم بيصير، هل بتصير العقوبة أشد ولا بتضل نفسها؟ طبعا. هلا أنت صرتي قدام مجرم عنده الموضوع سلس بقى متسلسل تمام، ما بقى بيستفاد لا من تخفيف، ما بقى بيستفاد من تخفيف العقوبة. دائما بناخذ أشد العقوبات بالنسبة له، بيكون عنده تاريخ جرمي. تمام. يعني حقول كلمة، إذا كان في أم عم تشوف إنه ابنها عم ينضرب، هلأ ما بدنا نقول عنف جنسي طبعاً. عم ينضرب من قبل أبوه، أبوه عم يضرب ابنه يومياً تقريباً أو بشكل أسبوعي، أو حتى الأب عم يشوف إنه زوجته عم تعنف جسدياً أطفاله من مبدأ إنه أنا تربيتي صارمة، في تعنيف قاتل بسبب أمراض سمعنا هيك حالات وفاة، هل يحق للأم تقديم شكوى على الأب إنه أبوهن عم يضربهن، جوزي عم يضرب أولادي؟ كيف؟ ما هي تقدم شكوى عن طريق النيابة العامة، تحولك للشرطة، في عندك تقرير طبي شرعي ومنضيفه للإدارة، مثل نحن لما بتتعنف الزوجة. هو الطفل والزوجة كمان هن مسارين مع بعض، أضلع قاصرة نحن بنقول لهم، فمسارين مع بعض بيتحاكم مثله مثل الغريب، يعني ما مو لأنه والله أبوه أو في عندك المادة 492 بتقلك من جامعة طفلة قاصر بين 15 و18 سنة إذا كان وصي شرعي، إذا كان أصوله شرع من الأصول شرعا أو غير شرعا، أو كان من أصهار أصوله، أو كان رجل دين أو موظف أو رئيس مؤسسة أو موظف بالمؤسسة، بيتعاقب 9 سنين. معناتها نحن شددنا العقوبة 9 سنين. بس هون أنا عم بحكي مو الاعتداء الجنسي، عم بحكي إنه جاب علامة ما منيحة مثلا، هذا بنرجع لمادة مواد الإيذاء. انت إذا في إيذاء جسديا كم نفس الطريقة بنمشي. اوكي، يعني مؤلم الحديث عن جد، بزعل بيغصص انه اليوم في ناس بالشارع عم تعتدي على اطفال، وهذا الشيء ما في له تفسير ولا تبرير، وما فيك تحطي لهم اي مبرر لهي الناس. تمام. يعني هلا ما في، مو قصه ما فيني احط لهم مبرر. نحن هلا بزمن مو بس بسوريا، بكل انحاء العالم صار في عندك الجريمه كثير عم تعلى، والردع عم بيقل، والخوف من الـ من الـ من الاش انه تفشي اشاعه او لا لا تفشي الافشاء، فهذا عم يخليك انك انت تسكت على جرحك. سكوتك على جرحك عم تروح عمر الطفل لقدام. حتى الانثى المعنفه من زوجها ممكن تكون هي مو بس خايفة تحكي، هي خايفة من المجتمع انه تقول انه انا عم بتعرض لضرب، او ما عندها بديل، ما فيها تترك البيت وتمشي تماما، وين بدها تروح؟ هيدا بنرجع للجهل. تمام. يعني بنرجع لظروف المجتمع كمان. صحيح. اللي عنصر منها هو الجهل. انا بس بدي اتشكرك كثير لوجودك معنا، وانا بالنسبة لي كثير بخاف من هالمواضيع. شو الثقة اللي بيبعت فيها رب أسرة أو ربة أسرة طفلة عمرها 4 سنين أو 5 سنين اللي عند السمان لحالها؟ نحن مالنا بمجتمع مخيف، أوكي
ولكن عم نسمع سمعات، ديروا بالكم على اولادكم. بس نحكي 15 ثانيه، بدي بس اعطي ادله اللي بيتعرض لهيك موضوع وهو بحاجه لادله دائما. في عندك شهاده شهود، لانه كثير بتعرض هذا الموضوع انه انا شو بدي اعطي دليل انه انا بنتي تعرضت او هذا. في عندك شهاده شهود سواء شافوا الجريمه او شافوا اداه الجريمه، في عندك اقوال المعتدى عليها نفسها، في عندنا الطب الشرعي والطب النفسي، وفي عندنا السوشيال ميديا نفسه. يعني في عالم بتصور حالها لهيدي الدرجه. بعتذر اذا طولت. شكرا كثير لك، الله يعطيك العافيه. احنا كثير استمتعنا بوجودك معنا وسعد صباحك، شكرا كثير لك. نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى نكمل وصفاتنا لليوم. اليوم عم نعمل وصفتين حلويات صحية. أول وصفة بالفقرة الأولى عملنا كيكة التفاح مع الموز وصارت بالفرن. هلا قبل ما ننتقل للوصفة الثانية بس بدي أحكي عن الكيكة شوي. هي رح تاخذ بين 25 و 30 دقيقة بحجم القالب اللي شفتوا اللي سكبنا فيه الخليط. بعد 25 دقيقة بس شوف إنه الوش عندي نشف، رح أختبر الكيكة بعود خشب أو بسكينة تكون رفيعة، وبس غزيتها فيها وطلعتها ما لقيت في سوائل عليها او شيء من خليط الكيك معناها بتكون استوت. هلا بعدين بحمر الوش اذا لسه بده تحمير، اذا اخذ لون خلص ما عاد في داعي. بس انا لما بطلع الكيكه من الفرن سواء هي الكيكه او اي كيكه ثانيه، حاولوا دائما تحطوها على رف معدن يكون بعيد عن سطح الرخامه او مكان ما عم تشتغلوا. هلا انا مثلا اذا ما عندي رف خشب، رف شبك قصدي، رح حطه هون على الغاز. طبعا اكيد الغاز ما رح يكون شغال، لحتى خلي من تحت القالب كمان يتهوى لحتى ما تعجن عندي الكيكه. يعني هي نصيحه بشكل عام. هلا بالنسبه لمكونات الوصفه الثانيه اللي هي اصابع الشوفان، عندي هون كوب من الشوفان حطيته بمقلايه وعلى نار هاديه، كل شوي بعمل لها تقليبه لحتى تتحمص عندي. اكيد لما بتتحمص رح تعطيني طعمة أطيب من إنه حطها أنا نية. هلأ هو ما في شوفان محمص، يعني نحن إجباري رح نجيبه ني، وبعمل له هيك تحميصة على الغاز بمقلاية، أو ممكن حتى أنا حمصها حطها هيك أفردهم بصينية وفوتهم على الفرن. إذا كنت مثلا مشغل الفرن لبين ما يحمى ولبين ما اشتغل الكيكة الأولى مثلا بتكون تحمصت، بس بدي انتبه إنه ما تنحرق. هلأ هون بالمقلاية كمان عندي كوب من الفستق، الفستق الني كمان رح حطه بالمقلاية وعلى حرارة هادية رح حمص الفستق بدون إضافة أي زيوت، لأنه هنا المكسرات أصلاً بيكون فيهم زيوت، وهي الزيوت كافية بالأكلات الصحية. هلأ كل شوي رح أعمل لهم تقليبة لحتى يتحمصوا عندي. بعد ما يتحمص الفستق جهزت دفة التقطيع، رح أقطعهم هيك تقطيع خشنة وحطهم آخر شي مع المكونات. هلأ مع الشوفان رح أضيف عندي كوب من الشوفان، رح أضيف كوب من التمر او العجوه، التمر المطحون. اذا ما عندي العجوه اللي هي بتجي مطحونه وجاهزه، ممكن انا حبات التمر انقعهم بشويه مي. هلا ممكن اضافه مي سخنه مع بيكنج صودا، كمان هيك بتخلي التمر يطرى عندي، وبعدين بضربهم بالخلاط. بس بهيك حاله بدي انتبه انه صفيهم من المي كثير منيح لحتى ما يتغير معي قوام الوصفه. كوب من الشوفان، كوب من العجوه، رح ضيف نص كوب من زبدة الفستق. هلا انا عم يعني استعملت كمكسرات الفستق لانه عم استعمل زبدة الفستق. ممكن اذا عندي استعمل زبدة اللوز مثلا، ضيف معها لوز. يعني في انواع زبدة ثانية للمكسرات اذا كانت موجودة عندي انا عم استعملها، ممكن اكيد ضيفها بنفس الكميات، واستبدل كمان نوع المكسرات بشيء يلبق مع زبدة المكسرات اللي عم بستعملها. هلا هون عندي كمان 4 معالق من العسل او ربع كوب من العسل. هلا هو اختياري لانه حلاوة العجوة اصلا هي كافية، بس مثل ما اتفقنا بالفقرة الأولى إذا حابين مثلا تفوتوا هي القصص على الأكلات هيك تكون صحية تعطوها للأولاد ومو عرفانين كيف
بتكون تتحايلوا عليهم لحتى تقدروا تعطوهم هي المكونات الصحية. أكيد فينا هيك نمرقهم بقلب الوصفات. هلأ هي بدها شغل، لازم أعجنها بإيدي كتير منيح، بس قبل ما بلش خلطها كمان رح أحكي عن خليط الفواكه المجففة اللي رح استعملها بهي الوصفة. هلأ أنا عندي خليط، يعني فيكم تستعملوا أي نوع موجود عندكم، عندي الفريز والكرز المجففين، وعندي المشمش، وعندي الكرامبيري. رح استعمل تقريبا نص كوب منهم، ما رح استعملهم كلهم. هلا الباقي رح احطهم على الوش لحتى زين فيهم، بس اكيد يعني انتم بالبيت ما في داعي، يعني اذا ما مو حابين تزينوها يعني اكيد فيكم تكتفوا بالكميه اللي حطيتوها بقلب الخليط. هلا هون كمان عندي الشوكولات دارك، هلا كمان هي اختياريه بس بتعطي هيك طعمه كثير طيبه، كمان رح اضيف قسم منها ورح اترك الباقي لحتى احطهم على الوش. هلا ضل عندي طبعا رح ادعكهم هدول كثير منيح لحتى اخلطهم، ضل عندي الفستق بس هيك يتحمص عندي شوي، كمان رح اقطعه شوي تقطيع خشنه ناعمه اللي بدكم اياه، ورح اضيفها على الخليط. الخليط رح احطه بصينيه او ممكن بكيس نايلون، كيس المونه، بس مدوه تكون رقيقه، رح ريحها شوي وبعدين رح اقطعها على شكل اصابع واكيد رح تتقدم. يسعد أوقاتكم عن جديد. من المعروف عن شركة هوى الشام غير أنه منتجاتها رائعة وكمان بيئة العمل المريحة الموجودة ضمن كادرة ككل، واليوم وضمن فعالية كان عنوانها منكبر سوا، تضمنت كتير من التفاصيل والمسابقات والجوائز يلي تقدمت للموظفين، وكانت رسالة هوى الشام ويلي بدورهم أكدوا القائمين عليها أنه هالرسالة يلي حبت توصلها الشركة الراقية كانت وما زالت عنوان التقدم والنجاح والوصول لقلوب المستهلكين. أكيد طبعاً، شركة هوى الشام هي الشركة اللي تعودنا دائماً على منتجاتها القيمة وعطائها الدائم، وهذا الشيء اللي رح نشوفه بالحفل السنوي لإلها تحت شعار منكبر سوا. وبلفتة جميلة من الإدارة بهالحفل حبت تكرم عملائها ومندوبيها وموظفينا بحضور كادرها الإداري بكل المحافظات السورية. كمان هاللفتة بعنوان منحكي صحة ومنوزع ذهب، تفاصيل كتيرة متعرف عليها بهالتقرير. السنة الثالثة اللي بنعمل الحفل منكبر سوا، بيجمع محلات المفرق، الجملة، الكادر الإداري، كل الناس يلي هي جزء أساسي بنجاح شركة هوى الشام، لأنه النجاح ما بينبنى على شخص واحد. فنحن دائما منحب أنه كل سنة نجتمع، مثل ما بيقولوا لو وقع نحن عنا كشعب سوري الخبز والملح، أنك تشوف الناس تكون قريب منهم، تاخذ وتعطي أنت وياهم، وبنفس الوقت أنه الواحد يحس بنجاحه، يحس بتعبه. يعني مو بس الناس اللي عم بتمثل اسم الشركة من برا أحسن صورة، كمان في ناس عم تشتغل جوات الشركة لحتى نضل نحن ماشيين إن شاء الله مثل ما بيقولوا بخط بياني متصاعد. فنحن كتير بيهمنا أنه الحمد لله سنة بعد سنة كل مال الحمد لله عم تتوسع الحصة السوقية تبعنا، عم نقدر نحن نضل على تواصل مع السوق، نضل على تواصل مع نقاط البيع، مع عملائنا، نقدم اسم شركة هوى الشام بأفضل صورة، ويكونوا الناس اللي عم تشتغل بالشركة مسرورين بهذا الشيء ومفتخرين به اسم هاي الشركة. فإن شاء الله نحن نكون عم نقدم هاي الرسالة، وإن شاء الله يا رب الكل يكون مبسطوا بالحفل، وإن شاء الله هيك السنة الجاية لسه بنكون متطورنا أكثر وأكثر. الفكرة كانت بشكل عام إنه نحن بنكبر سوا، فقدموا لنا كتير جوائز تشجيعية، ويعني هي بتأدي لتحفيز للوكلاء أو للمندوبين أو حتى للباعة اللي موجودين بالسوق. كان كتير شيء حلو، كتير شيء حلو. هوى الشام غني عن التعريف أبداً أبداً أبداً، يعني ما في داعي نعرف عنه أبداً. شركة هوى الشام اسم من ذهب صراحة. نحن بالأسواق دائماً متواجدين، عطول في عنا طلبات دائماً، بالأخص نحن هلأ صار عنا منتج جديد اللي هو العصير بست نكهات تقريباً،
وعليه طلب الحمد لله والأمور كثير ممتازة الحمد لله رب العالمين. أنا عدت في الشركة صار لي زمان، شركة بتحفز المندوب وبتعطيه طاقة إيجابية كثير على أنه يحسن يحصل على المركز الأول، وأنا شخص كثير يعني بحب هالشركة، منتجاتها جدا عالية، يعني فيك تقول أحسن منتجات يعني عنا موجودة الحمد لله. وأنا كمندوب قلب السوق يعني ولا مرة أجاني شكوى هالقد على منتجات الشركة، والله يقدرنا نكبر كلياتنا سوا. شركة هوا الشام شركة كتير محترمة بتحفز مندوبينا ووكلاء وكل العالم، وحتى المستهلك الحمد لله رب العالمين مروق معنا. اللي عم يساووه هو شيء كتير حلو، بحب الشيء الفريد من نوعه، بحب الأشخاص اللي بيقدروا الموظفين وبيعطوا القيمة كتير حلوة، بيعطون حوافز، بيعطون شيء ليحفزون لينجحوا أكتر. الخطة التسويقية كتير حلوة، عم يشتغلوا شيء فريد من نوعه، يعني ما شاء الله هو الشام صار شركة كتير معروفة، وبفتخر إنه ببلدنا بسوريا اليوم موجود هيك شركة. بتمنى لهم النجاح الأكتر، وبتمنى لهم إنه يصير في عندهم توسعة أكتر. ما شاء الله هن ابدا 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 ما لهم قلال، يعني ما اخذين المركز الاول بالسوق. هلا بخصوص اليوم ما شاء الله يعني كان حفل موفق ناجح بكل مقاييسه، وموضوع التحفيز يعني احنا عم نلاقي لانه دائما بنلاقي انه في عندهم تطور، حتى بموضوع انه الموظفين عم يستفيدوا من التحفيزات، فهن عم ينتقلوا بقفزات نوعيه. يعني مع هوا الشام نكبر سوا. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية. الأورام هي كتل أو مجموعة من الأنسجة تنتج من تكاثر الخلايا بشكل غير طبيعي ناجم عن طفرات أو حتى جراثيم أو حتى فيروسات أو خلل بالشفرة الوراثية تبعها، بتؤدي لتراكم بالأنسجة. وهذا الموضوع ما بيعني أنه كل ورم هو خبيث، وإنما ممكن يكون حميد ومنقدر ندبره إما دوائياً أو حتى جراحياً. الله يبعد عنكم الأورام يا رب. تختلف أنواع هاي الأورام والأجهزة اللي ممكن تصيبها، وباليوم العالمي لأورام الدماغ رح نحكي اليوم عن واحد من أنواع الأورام الشائعة ما بين الناس، وهو الورم الدماغي. أسبابه، علاجه، كتير من الأسئلة والاستفسارات يلي قدر العلم بدوره إيجاد العلاج لبعض هاي الحالات المرضية وشفائها. لحتى نتعرف أكثر عن هالموضوع خلينا سوا نرحب بضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الدكتور باسل الرمحين، استشاري بالجراحة العصبية وأورام الدماغ. سعد صباحك. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك. يعني يعطيكم ألف عافية، حضراتكم باختصاصكم يعني جدا دقيق جدا حساس، بيدخل بكل أعضاء الجسم، ولكن اليوم رح نخصص الحديث عن الدماغ. شو الجديد بمنظمة الصحة العالمية بالمؤتمرات اللي حضرتك مواكب لها بما يتعلق بتصنيف أورام الدماغ؟ صباح الخير لكم وشكرا لبرنامجكم. أكيد هلأ الشيء الجديد صار بمنظمة الصحة العالمية بما يعرف بتصنيف أورام الدماغ، وهذا الشيء بلش بعد ما لقوا في فروق بالمعالجة ونتائج المعالجة تختلف من مريض لمريض. طبعا البداية بلشت بأوائل هذا القرن، وأتلاحظوا في فروق بنفس نوع الورم بس بناخذ نتيجة مختلفة بنفس العلاج وعند نفس الفئة العمرية من المرضى. فكنا نحن نشتغل على شيء اسمه التشريح النسيجي للورم، فكنا ندرس الخلايا النسيجية تحت المجهر، فبعدين وجدوا أنه في شيء أعمق من هذا أو في شيء أكثر دقة، وهو على المستوى الجزيئي. كيف نقول نحن الذرة والجزيئات، فنحن صرنا عم نشتغل على المستوى الجزيئي أو المستوى الجيني للأورام الدماغ. فوجدوا أنه أحياناً بوجود مثل ما حكيت حضرتك أنه وجود طفرات بجينات محددة بهذا الورم من مريض لمريض، بتختلف أول شيء كيف طريقة استجابة هذا المريض للعلاج إن كان شعاعي أو كيماوي، أو حتى كيف تظاهر هذا المرض الورمي عند المريض. فتوجهوا لهذا الموضوع للمستوى الجزيئي، ووجدوا أنه في كتير
من هالجينات أو المورثات هي قد تكون غائبة أو في عليها تعديلات طفرات مورثية بهذا المرض، واستغلوا هذا الموضوع ليشوفوا شو تأثير هالتعديلات هي بالعلاج إن كان كيماوي أو شعاعي. ففي كتير أورام بنشوف نحن إذا كانت هالجين أو المورثة موجودة أو غير موجودة بنشوف نتيجة علاج أحسن، استجابة لعلاج كيماوي وشعاعي بعد الجراحة أحسن. فهذا التوجه اللي بلش من 2007، بعدين الخطوة الثانية كان بال 2016 بتصنيف جديد، والأخير كان التعديل الأخير بسنة 2021 من منظمة الصحة العالمية بتصنيف الأورام. طيب نحن اليوم عم نشوف أنواع مختلفة من أورام الدماغ، هل تتفاوت شدة وقساوة الألم مثلا ما بين الأنواع هي، وهل تختلف كيفية العلاج لكل نوع من هي الأنواع؟ هلا نحن مثل ما حكينا هون إنه الأنواع ما صار في أنواع مختلفة، بس هو النوع الواحد اكتشفوا فيه سب تايبس أو فيه هي أنواع جديدة، بس هي تحت الكاتيجوري الأساسي هي موجودة بنفس هذا النوع، بس نتيجة تطور العلم اكتشفوا إنه هي الأنواع صارت مختلفة نتيجة وجود الطفرات الجديدة. هلا بما نحكي شيء قريب للمشاهدين، الورم دماغ يعني بيتظاهر بأي عرض عصبي، قد يتظاهر صداع، قد يتظاهر بضعف الإيد أو الرجل، مشكلة بالعيون، قد يتظاهر بفقدان الذاكرة، اضطراب بالمشي، بالكلام، بالنظر، أي عرض عصبي قد يكون هو دلالة على وجود شيء بالدماغ. ولكن نحن بغالبية المرضى بنشوف نحن الصداع هو من الأعراض الأساسية اللي بس، ولكن ما يخاف المريض أنه والله عندي صداع معناته عندي ورم دماغ، لأنه نحن كل ما كان الصداع مزمن وصل له سنوات طويلة نحن هذا الشيء بيريحنا، مثل الشقيقة، مثل الصداع التوتري العنقودي، هي صداعات لسنوات بتضل، ومع تطور العمر كل ما بتخف السترس والشدة فهالصداع شوي شوي بتراجع مثل الشقيقة يعني. فهي أحد الأعراض اللي بتصيب المريض اللي عنده ورم. بشكل مختصر نحن بنحكي عن أورام الدماغ، أورام بنقول مثلا أورام سليمة أو أورام خبيثة. في كتير كمان تصنيفات وين موقع الدماغ، الورم بالدماغ إن كان مثلا بالحفرة الخلفية أو بالحفرة المتوسطة أو الأمامية، كمان هي تصنيفات. وبنحكي كمان تصنيفات، هل هي أورام منتقلة من خارج الدماغ أو أورام بدئية من داخل الدماغ، أورام من الخلايا العصبية للدماغ أو أورام خارج الخلايا العصبية. فبالنهاية هي كتلة تضغط على النسيج العصبي الدماغي، فرح تعملنا عرض على حسب المكان اللي تضغط عليه. ولكن في شيء كتير نحن بيسألونا عنه المرضى، أنه هل هذا الورم بينتقل؟ بالغالب ورم الدماغ ما بينتقل للجسم، ولكن أورام الجسم وخاصة أورام السرطانات اللي بتكون بالرئتين أو بالثدي تنتقل للدماغ وليس العكس. تمام، لأنه يمكن هي خروجة من الدماغ تشكل نقيلة من الدماغ صعب. تمام. طيب دكتور، كيف بدنا نشخص 100% مكان وحجم ونوع الورم بالدماغ اللي مصاب فيه المريض؟ هلا أكيد طرق التشخيص كثير تطورت. أحد الطرق التشخيصية اللي دائماً نحن نتعامل معها هي بالنسبة للدماغ هي الرنين المغناطيسي. طبعاً في عدة تكنيكات للرنين المغناطيسي، بس بشكل مختصر الرنين المغناطيسي هو من أدق الوسائل التشخيصية لأورام الدماغ. هلأ خلال العمليات الجراحية نحن صار في كتير تقنيات ووسائل تساعدنا بجودة الجراحة وجودة النتائج ما بعد الجراحة. أحدها هي بسموه جهاز ملاحة الدماغية أو النافيجيشن، هو اللي بيحدد لنا موقع الدماغ خلال الجراحة. نحن فينا نعرف نحن على أي منطقة من الورم عم نشتغل ووين من الدماغ. وفي الأدق هلأ حاليا خاصة بالأورام التي تنشأ من الخلايا العصبية للدماغ ما يعرف بالجراحة وهو المريض صاحي. يعني نحن المريض عم نعمل عليه جراحة على الدماغ، وبنفس الوقت عم نشوف نحن عم نراقب، عم نطلب منه يحكي إذا كان هالورم بمنطقة الكلام أو عم يحرك إيده أو رجله، فلنشوف مدى تأثره. ونحن عم نعمل هالجراحة هل تأثرت الإيد، نحن ممكن ننبه قبل ما نشتغل أو يعني نستأصل هالكتلة لنشوف تنبيه هالمنطقة هي شو عطانا حركة بالضبط، لنعرف هل نحن راح نكفي ولا نوقف هون. فما هي دائما اللي صاروا يركزوا عليه هلا، في شيء اسمه الألترا سيف سيرجري، يعني الجراحة الآمنة أو فوق الآمنة. أنا ما بيهمني أنا أستأصل ورم وفيني شيل كل الدماغ، أنا الدماغ هو عبارة عن نسيج هش وطري، فما همي أنا أشيل الورم، بيهمني أنا المريض يطلع بحالة يسموها فانكشنال ستيتس هي الأحسن. فأنا كيف بدي أقدم له الأحسن نتيجة بعد الجراحة؟ ما هي الضرورة هي نسبة استئصال؟ لا،
هي نسبة الاستئصال وكيف المريض طلع. يعني المريض اللي أنا بدي استأصل له ورم وآخر شيء يطلع مشلول أو بيطلع خسران شيء حسب الحواس وظيفيا كما هي حياة أنا أقدم له إياها، ممكن يكون هو عبء اجتماعي صحي. لذلك بتكونوا كتير بميزان بين نفوت لغرفة العمليات ولا لا، نخلينا بمراقبة فقط بالعلاج صح؟ هذا سؤال كتير مهم بيودينا كيف صارت التدبير تبع الأورام خاصة بالبلدان المتطورة. ما عاد هو قرار طبيب واحد أو قرار جراح واحد، صار هو قرار مجموعة من الأطباء، فلا ياخدوا يعني النتيجة الأحسن للمريض. ما كل مريض عنده ورم لازم أعمل له جراحة، وليس كل مريض عنده ورم أنا لازم أعمل له علاج شعبي. فعمر المريض، شو الأعراض اللي عنده، شو في أمراض تانية عنده، كلياتها هي تلعب دور بالقرار الطبي. أوكي، احنا حابين نتشكرك كثير على وجودك معنا، على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها، وان شاء الله يا رب الله يبعد الامراض عن الجميع. شكرا لك، شرفنا كثير بحضورك. يسعد صباحك. شكرا لكم. شكرا كثير. شكرا كثير لك. بظل هالتطور الكبير اللي عم نشهده على السوشيال ميديا، صرنا عم نشوف الاشخاص اللي بيحبوا يشاركوا تفاصيل حياتهم الشخصيه والسريه كثير، ويومياتهم عبر خاصيه الستوري. بالاضافه لهالشيء كمان صرنا عم نشوف معلوماتهم الشخصيه اللي يمكن ما بتهمنا، بس يعني هن حابين يورجونا اياها، منشوره على كل المواقع ومحركات البحث واللي بدكم اياه. كل شيء منتشر وكل شيء موجود بين ايدينا صار. تماما، في متلازمه على السوشيال ميديا انا بقولها من مراقبتي، هي انشغل فيني، شوفني كيف عم سوق، شوفني كيف عم باكل، شوفني كيف عم بلبس، اختاروا لي شو اعمل، المهم اشغلكم فيني على طول. متلازمه انشغل فيني. وكتار اللي سالوني بيقول لك كتار اللي سالوني، مين اللي سالوكم؟ كونوا عم يسال حاله. بنفس هالمحور في طرف تاني بيقول لا، هي خصوصيه ما لازم حدا يعرفها، خصوصا انه ممكن تعبر عن الشخص بطريقه مغلوطه او حتى تغير اسلوب حياته اثناء استخدام الانترنت بشكل مباشر وقوي ومتتابع. لهيك اليوم رح نتعرف سوا على آلية استخدام الانترنت بدون ما نتغير وبدون ما نتأثر بشكل سلبي. بيشارك كتار من الناس معلومات وصور وحتى أفكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن شي مرة فكرت بمدى خطورة مشاركة هالمعلومات البسيطة؟ بيطلب الحفاظ على خصوصيتك وأمانك عبر شبكة الإنترنت وعي وإدراك للمخاطر المحتملة، لأنه من الممكن تتحول المعلومات اللي عم تشاركها لسلاح يستخدم ضدك إذا وقعت بالأيادي الغلط. من قائمة الأشياء اللي لازم تتجنب نشرها على الإنترنت لضمان سلامتك، أولاً معلوماتك الشخصية الحساسة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر ورقم حساب البنك، بالإضافة للعنوان الكامل، لأنه مشاركة هالمعلومات ممكن أنه تؤدي لسرقة الهوية والاحتيال المالي. ثانياً، تفاصيل موقعك الجغرافي مثل العنوان الحالي وأماكن تواجدك الفوري عبر تطبيقات التتبع، لأنه مشاركة الموقع الجغرافي بتعرضك لمخاطر مثل التعقب والمطاردة، وممكن أنه تكشف عن أوقات غيابك عن المنزل، وهالشيء بيزيد من احتمالية التعرض للسرقة. ثالثاً، معلومات العمل السرية مثل مشاريع الشركة، الأسرار التجارية والمعلومات المالية، بالإضافة لصور شاشاتك، لأنه ممكن تظهر صور العمل، محتوى شاشتك أو رسائل بريد إلكتروني حساسة، وممكن أنه يؤدي نشر معلومات العمل السرية لمشاكل قانونية وخسائر مادية للشركة، واحتمال يعرضك لفقدان الوظيفة. رابعاً وأخيراً، هي الصور العائلية الخاصة والصور قرب منزلك أو مكان عملك، ممكن أنه تستخدم هالصور لأغراض خبيثة مثل التلاعب الرقمي أو التزييف العميق، وكمان بتكشف مكان سكنك وتعرض خصوصيتك للخطر. ومن النصائح للحفاظ على خصوصيتك هي التأكد من استخدام إعدادات الخصوصية بجميع حساباتك الاجتماعية، وتحديد ما يمكنه رؤية منشوراتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تغيير كلمات المرور بشكل دوري لضمان الأمان، وأخيراً تجنب الاتصالات غير الآمنة وعدم الضغط على الروابط غير المعروفة أو المشبوهة. وصلنا سوا لعند الفقرة الأخيرة بحلقتنا لليوم، رح نشوف مدام نجدة شو مخبيت لنا أخبار مع أبراجنا وحظوظنا. يسعد صباحك. صباحك خيرات يا إملي. صباح الخير يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 8/6
8 حزيران، تمنياتي لكم بالسعادة وبالهنا والخير. كواكبنا فيها تغييرات اليوم لأنه المريخ دخل إلى برج الثور. المريخ هو كوكب الطاقة والحماس، الكوكب اللي بيسحب مننا هاي الطاقة والحماس لما بيكون بموقع غير مناسب، ممكن يعملنا بعض المضايقات الجسدية أو النفسية. هلأ دخوله إلى برج الثور بالتأكيد رح يعمل شوية مضايقات نفسية أو جسدية لمولود برج الثور، العقرب والدلو. هالثلاث أبراج لازم ينتبهوا شوي هاي الفترات القادمة على أمورهم الصحية والنفسية، لأنه أنا بعتبرها دائماً بس يدخل المريخ لمكان غير مناسب منبلش أفأفة، منبلش مو عاجبنا العجب، منبلش هيك استياء نرفزة، يعني هاي الأشياء المعتادة على كل شوي بالصيف. بقية الكواكب ما زالت كلها تتقدم في برج الجوزاء، عطارد للسفر والأوراق، الزهرة للحب والارتباط، المشتري للحظوظ السعيدة، والشمس بالتأكيد للقرارات، كلهم يتقدموا في برج الجوزاء. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي عنده اليوم شوية مشاكل، مانو بالأيام الأفضل، لذلك حاول تهتم بالدقة، حاول تعطي اهتمامك للتفاصيل وابتعد عن التسرع باتخاذ القرارات. اليوم تصرفاتك عفوية مولود برج الحمل، محتاج تتحلى بالصبر وتحذر الجو الخلافي. أنت تنتمي إلى الأبراج النارية، لذلك دائماً بتكون متهور، بس هاي الأيام أنت مشوش الذهن ومحتاج للتوازن. مولود برج الثور الأمور له إيجابية وجيدة، وفي أكثر من فرصة ممكن تكون مريحة، كل أنك محظوظ باللقاءات اليوم، يمكن أمر عائلي يعمل لك سعادة. اليوم سبت على كل برج الثور، ما بعرف قدي عنده شغل، بس اليوم في زيارة أو تواصل أو علاقات مع الأصدقاء مثمرة أو أخبار حلوة ممكن توصلك للنجاح. هاي الأيام أيام أمورك تضع النقاط فوق الحروف بعلاقاتك، تهتم بمن حولك ومن حولك يهتم بك. مولود برج الجوزاء غالباً عم تناقش أمورك المالية، وأنا بعتبر شارد جيد مع أنه سيستدعي منك صرفاً إضافياً، يعني حاول تضلك بالحدود الدنيا بأمورك المتعلقة بالمال، طالب بحقوقك المالية، أنا ما قلت لا، بس خفف صرف قدر المستطاع، يعني هاي الفترات للتحسن المالي على كل الأحوال، مو هالشهر اللي بعده، يعني شيء من هذا القبيل. برج السرطان اليوم القمر ببرجه عم بيخلي عنده أوقات مميزة، ويمكن عم يفتح بوابات مؤدية إلى مصالحات. أنت محبوب من الطرف الآخر، والحب عم يحميك، عم يرفع معنوياتك، غالباً منفتح على من حولك، تسيطر على أمورك، تعاتب أصدقائك، أهلك، تثق بمن حولك، ترفض التعب ومليان حيوية. مولود برج الأسد اليوم أنت اللي مانك مرتاح، في شيء مكركبك، يمكن عم بيعرقل مسيرتك، حاول تمد جسور تفاهم بينك وبين الآخرين. اليوم في شيء يعني بعلاقاتك ليس الأفضل، ما عم تشعر بصفاء بهاي العلاقات، يمكن يكون في نوع من أنواع العصبية، فلا تطلق أحكام متسرعة وانتظر شوي إنه يعني تأخذ قرارات بشكل هادئ، لا تجعل العصبية تسيطر عليك. مولود برج العذراء يوم اجتماعي بامتياز، أصدقاء جدد، نشاط رياضي، اجتماع، نقاش، حوار، تستعيد علاقات، تفرح لقصة فيها طاقة وحماس، كأنك جاهز لتلبي دعوات، يعني هاي الأيام أيام فيها إحساس جميل، أنت مرح، عندك ضجة، عندك حركة ذات نتائج إيجابية، في تعارف، في علاقات، اليوم يومه جيد لمولود برج العذراء، أفضل كثير من ثلاث أيام اللي مرقوا. الميزان اليوم أنت اللي ما كثير مرتاح، محبط أو يائس أو يعني تعاني من تراجع معنوي أو رفض داخلي لكل ما هو موجود، الأمور أخذ طابع قلق أكثر ما تكون طابع مشاكل، يعني نوع من أنواع الاضطرابات المعنوية، تفسيراتك للأمور فيها نوع من أنواع العصبية، كأنه مشاعرك شوي سلبية. هلا أنا بقول اليوم ما نوع عم يتحمل الآخرين مولود برج الميزان، حاول تبتعد عن النقد المباشر. مولود العقرب اليوم حواليك ناس انت بتحبهم وحواليك ناس انت بتثق فيهم،
وغالبا عم بتفكر بتغيير حياتك، تلقي ترقية ربما بالأسبوع اللي جاي أو اللي بعده، أو لقاءات مع شخصيات مهمة لألك على أوضاعك أنا قصدت، ويمكن عم تعيد النظر بأمورك. أنا برأيي قادر العقرب يستعيد ثقته بنفسه، يسمح للآخرين يتدخلوا إيجاباً بأوضاعه، يعني امتحان، نتائج امتحان، أوراق اعتماد، يعني في عروض مناسبة بهي الفترات. مولود برج القوس في شيء إيجابي لك لأنك مرتاح أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، عم تعطي عملك حياتك حقها، عموماً متعاطف مع المحيط، لو في محبة أو مصالحات ويا رب بيكون خبر جميل يسعدك، كأنك عم تكتشف الأخطاء وعم تصوبها، عم تفيد الآخرين وعم تستفيد منهم. اليوم على كل الاتصالات مبشرة وجيدة لمولود القوس. أما مولود الجدي فليس في حالاته الأفضل، مستاء على الغالب وعم بيصعد خلافات وعصبي يمكن. هلأ أنا بتمنى أنه أنت تكون هادئ بهاليومين وما ترتكب أخطاء خاصة بقراراتك، كونك متضايق لا يعني أبداً أنه أنا أصطدم بمن حولي. حاول تتمسك بالمنطق المعروف عنك وابتعد عن أي تصعيد أو أي إهمال، نقاشاتك مو كتير منطقية اليوم مولود الجدي. أما مولود الدلو فاليوم 100,000 قصة شغلته، يعني اليوم انشغالات كتيرة مساعدات قليلة. هلأ يفترض سبت ما عندك شغل، بس أنا برأيي لا، اليوم للمسؤوليات عموماً، لا تشعر حتى أنك عم تشتغل كتير وعم بتنال تقدير قليل، يمكن العمل أخذ حيز كبير من اهتمامك، تراوح بين انشغالات، بين سفر، بين زيارات، يعني توقف عن نقد الآخرين وحاول تنهي أعمالك. مولود برج الحوت أحد الأيام الأفضل لك، أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، على الأقل في مشاعر تخصك، حلفاء جدد، نشاط جيد، حركتك مفيدة، في قلبك عم بيدلك على الحقيقة، والناس هيك عم بتصحح لك أخطائك، أو عندك نوع من أنواع التغييرات والتعرف على الجديد، في دعم حاضر لك هاي الأيام مولود الحوت. خليني عايد مولود اليوم واتمنى له السعادة، مولود 8 إن شاء الله أيامك دائما سعيدة. طبعا من الأشخاص الجذابين جدا مولود 8، دائما عنده نوع من أنواع الجاذبية لدى الآخرين، بحس دائما أنه بيقدر يكون يجيب مال بأي لحظة. هلأ من الأشخاص اللي أصغر كلمة انتقاد بتعني له، يعني ما بيحب يفرض حاله على الآخرين، سعيد بحياته، مثابر بعمله، يتعب لكنه يصل، ثقته بنفسه هي اللي بتبعد عنه القلق، يعني يبالغ أحيانا بالحكي، بحب يمسك هو بالحديث ويسيطر على السامعين، شخصية مميزة، صاحب ذوق رفيع، متذوق لكل ما هو لافت وجميل. سنة جيدة جدا بالنسبة لك وإيجابية، وغالبا العلاقة بتغييرات من هلأ وما بعد، عاطفيا وماليا أمورك بالصيف تعتبر الأفضل، وإن شاء الله ما بتقفلوا هاي السنة اللي عندكم تغييرات أنتوا بتتمنوها. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا، وحاولوا رسائلكم يكون فيها يوم شهر سنة واسم، يوم وشهر سنة واسم باختصار. يعني حنان بنت فاطمة يسعد أوقاتك، والله الأمور جيدة لألك، بس مو هذا الشهر يا حنان، يعني أنت عم تسأليني بالشهر الغلط، بالعكس هذا الشهر اللي أنت متفقة فيه ممكن ينقض اتفاقاته، شهر فيه خيبة أمل أو قلق أو حاسة أنه ما في شيء عم يزبط. هلأ ابتداء من السابع وما بعد لا، الأمور جيدة بالنسبة لك وإيجابية. محمد غيث ابن هنادي أماني بعتذر، أمورك جيدة جدا يا محمد، سنة حظك، وأنا برأيي أنت شطور ما بينخاف عليك دراسيا. فاطمة بنت رحاب يسعد أوقاتك يا فاطمة، يعني ما فيك كتير كتير تعتمدي على حظك، مع أنه الشهر القادم جيد، أنا بقول في نجاح بس كأنك رح تحتاجي للتكميلية، فحاولي أنك تبذلي جهود بشكل إيجابي، يعني ما كتير تعتمدي على حظك، وأنا بقول البكالوريا ما بدها حظ. أنا اسمي رود، مواليدي 2008، بدي أشوف برجي ثور أو لا، لا برجك هي جدي،
اصلا ما له علاقه ببرج الثور. 28/12 هي اخر السنه وبرج الجدي اللي عنده صيف جميل وغالبا فيه تغييرات للافضل، فالله يقدم لك فيه الخير. عمار جهاد حمو، يسعد اوقاتك يا عمار. يعني سنه ايجابيه جدا وجيده من هلا وما بعد. حاجتك السنه الماضيه اللي كانت متعبه فعليا، ابتداء من هلا الحظوظ كثير مساعده وافضل بكثير بالنسبه لك. خديجه ايش برجي؟ 4/6 هو برج الجوزاء يا خديجه، والامور لك ايجابيه خاصه ماليا عاطفيا. لوجين عم تسالني عن امورها، بكالوري علمي. هلا عندك حظوظ مساعده جدا يا لوجين، بس ان شاء الله تكوني انت اللي مساعده حالك بدراسه. انا برايي انك شطوره بتدبري حالك. بدر ابن جواهر، يسعد اوقاتك يا بدر. برجه هو برج الجوزاء والحظوظ مساعده جدا من هلا وما بعد، سواء عاطفيا سواء على الصعيد المالي. حنين عم تسالني عن امورها، عندك صيف كثير مميز يا حنين، سنه ايجابيه جدا بالنسبه لك وجيده، وانا اعتقد حتحمل نوع من انواع الارتباطات العاطفيه، فالله يقدم لك فيه الخير. ايمان بنت اسيا، يسعد اوقاتك يا ايمان. ايمان عندك نقله من مكان الى مكان، ما بعرف بالشغل ولا بالعواطف، بس انا برايي الامور العاطفيه هي الافضل هذا العام وممكن يكون فيها تغييرات ايجابيه. ساره السيد، امورك جيده جدا يا ساره والامور لك ايجابيه، وان شاء الله ايامك دائما سعيده، سنه مهمه بالنسبه لك. ان شاء الله ايامكم دائما سعيده وتضلوا دائما بخير. ضلي بخير دوما، ان شاء الله حلوه. اي لاف يو. يسعد صباحك، شكرا كثير لك. تعالوا نروح مره اخيره لمطبخ صباح الخير مع الشيف بشرى ونشوف الطبق بشكله النهائي. يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى تشوفوا وصفاتنا لليوم. اليوم عملنا كيكة التفاح مع الموز وأصابع الشوفان. هلا الكيكة يعني يا دوب قدرت طلعها من القالب لأنه كتير سخنة، حتى حطيت شوكولا على الوش قام دابت، فمشان هيك ما قطعتها لحتى ما تفرط عندي، بستناها لتبرد كتير منيح بعدين بقطعها لحتى أخذ هيك شرائح تكون أكيد شكلها حلو. بالنسبة لأصابع الشوفان، يعني هاي الوصفة حتى الناس اللي بيحبوا يفطروا شيء حلو الصبح، سيريالز أو الحبوب الجاهزة، ممكن تبدلوها بهي الوصفة، تحطوها مع الحليب، مع أي نوع حليب بيناسبكم أكيد، وتفطروا فيها أو كسناك بين الوجبات. إن شاء الله تكون وصفاتي لليوم عجبتكم، تجربوها وتخبرونا، وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم معكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا، وهيك نحن عم نرافقكم بصباحكم كالعاده. ان شاء الله يا رب تكون بدايه اسبوع موفقه للجميع. انا بدي اقول شغله بس لا حتى ما ننفهم غلط، مرات على الهواء املي وانا او اي زميله من زميلاتنا لما نكون مع ضيف بننفعل بحديث معين لانه هذا الحديث بيكون مؤلم، فمتخيل الاطفال اللي عم نحكي عليهم هن اخواتنا الصغار، هن ابنائنا، ف مزعج الموضوع اللي نحن وصلان له للأسف بهذا الكوكب، ولكن الأمل بالمستقبل الطالع بهالأجيال اللي هي إن شاء الله تتربى على السلام، على المحبة وعلى القيم الأخلاقية نتمنى النبيلة. نشوفكم بكرة.